السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحيح أن الوقت ما كفناش لتقديم المزيد، ولكن نتمنى أنكم استفدتم المعلومات والنصائح اللي قدمناها لكم. إن شاء الله تكون بادرة لتأسيس عادات صحية جيدة. نبهكم أن انتقالكم من النظام الرمضاني إلى النظام الغذائي العادي لازم يكون بالتدريج، لأن الجسم والف بساعات طويلة من الصيام وعدد وجبات قليلة. مضاعفتكم للوجبات راح تخليه يكتسب وزن زائد بسرعة، وخاصة عند الناس اللي كانوا يهملوا وجبة السحور. كما قلنا لكم في الأعداد السابقة، الصيام يجدد جسم الإنسان ويمنح الراحة للجهاز الهضمي خاصة المعدة، ويخليها تسترجع حجمها الطبيعي بعد التمدد متاحها قبل رمضان. لذلك نصيحتي لكم نهار العيد ما تكثوش بزاف من الأطباق التقليدية كالشخشوخة والزبيطي، لأنهم قادرين يسببوا لكم عسر في الهضم لستوما تاعكم تتبلوكا، والله أنهم يكونوا سبب في التسممات الغذائية لزانتوكسيكاسيون أليمونتير. وإذا ما احترمتوش نظام غذائي وصحي ممكن رايحين توصلوا لزوكليزيون انتستينال، المصار نتاعكم يتعقدوا. وانا نقول لكم ما تكثروش من تناول الحلويات، لانه راح تزيد من نسبه تسوس الاسنان. نظفوا اسنانكم بعد كل وجبه، وهذه بالطريقه اللي وريناها لكم سابقا. اذا تعددت الوجبات، شرب الماء او مضغ علكه خاليه من السكر يكون هذا كافي ويزيد من افرازات اللعاب، باش يسرنا لوطونيتواياج، يعني التنظيف الذاتي للفم. شكرا على مساندتكم ودعمكم. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير.